أستاذ عابر سيد أحمد، نعود في هذا الجزء الرابع لنستمع منك جوابك حول السؤال الأخير الذي طرح عليك في إطار الجزء الثالث من هذه الشهادة على التاريخ، والذي كان ألم يعني بالممارسات التعسفية والتي قد توصف ب الدكتاتورية على المستوى المحلي في إطار الجبهة الإسلامية للإنقاذ في مدينة وهران، ألم يعني نغير فقط الاسم من حزب جبهة التحرير الوطني إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ بتغيير الاسم، ولكن يعني الممارسات والتعسف الذي كان يمارسه بعض المسؤولين المحليين في خاصة في اتخاذ القرارات كان نفسه هو وكانت نفسها ممارسات جبهة التحرير الوطني طيلة 30 سنة التي سبقت إنشاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في الحقيقة السؤال تاعك سؤال مهم، و يمكنني أن أصارعك بكل موضوعية. التسلط في اتخاذ القرارات وبعض المرات التعصب للباطل وليس التعصب للحق، كانت هذه السنة معمول بها في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وأنا شخصيا تأكدت منها بعد الممارسات وبعد اللقاءات اللي تمت سواء على المجالس الشورية أو لقاءات على المكتب الولائي، لاحظت أن هناك نوع من التعصب ونوع من التسلط ونوع من التجبر ونوع من الاحتقار، نوع من الاحتقار أقوله كل شيء، لأن لاحظنا بعض الأشخاص أنهم يفتخرون مثلا بماضيهم، سواء كان الأفلان، الفرق اللي بين الأفلان والجبهة الإسلامية للإنقاذ، الأفلان يفتخر بماضيه الثوري أو بما يسمى الشرعية الثورية، أنه كان سابقا إلى هذه الثورة، وأنه هو الذي حمل السلاح، وأنه هو الذي صعد إلى الجبال. وجاءتنا الجبهة الإسلامية للإنقاذ بمفاهيم مطابقة، وهي المفاهيم المتمثلة في الأسبقية للدعوة، الأسبقية في السجن، أنه لازم تكون سجينة من طرف النظام، الأسبقية في العلم الشرعي إلى آخره. وإن كانت هناك هذه معايير يمكن أخذها بعين الاعتبار لاختيار الشخص من الناحية الشرعية مقبولة، ولكن كانت بذهنيات وبتصرفات غير عقلانية، ولهذا لا يمكن أن يقاس على ما جرى في جبهة التحرير الوطني في قضية التزكية، وما جرى في الجبهة الإسلامية للإنقاذ. فهناك قياس مع الفارق واختلاف، ولكن تبقى بعض العناصر المتشابهة اللي كانت موجودة في جبهة التحرير الوطني طبقت في الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الاختيارات، سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الوطني. نعم، بعد فرض رؤساء القوائم، قائمة الترشح على مستوى بلدية وهران وقائمة الترشح على مستوى مجلس الشعب الولائي لولاية وهران، دخلتم معركة الانتخابات البلدية والولائية. كيف يعني كان التحضير لهذه الانتخابات؟ كيف دخلتم الحملة الانتخابية؟ ما هي الصعوبات
أو التسهيلات التي عشتموها أثناء الحملة الانتخابية، وما هي كانت ما هي أبرز الأحزاب السياسية المنافسة لكم على مستوى ولاية وهران؟ للإجابة على هذا السؤال، كانت هناك ما يسمى بالحملة الانتخابية، وقد تم تغيير هذا الاسم الحملة الانتخابية إلى التوعية الانتخابية، لأن الحملة تجر معها كل شيء وتسعى معها كل شيء، وتم تغييرها بقضية التوعية الانتخابية. وما معنى التوعية الانتخابية؟ هذا مصطلح قد تم إيجاده في إطار الانتخابات البلدية والولائية، وكل مسؤول على مستوى المقاطعة تم تجنيد المناضلين للقيام بتوعية الشعب، سواء عن طريق الجلسات التي كانت تتم في المساجد أو في الأماكن الخاصة في البيوت. ولا ننسى أن المرأة داخل الجبهة الإسلامية إنقاذ لعبت دور كبير. كانت هناك مرشحات؟ لم يكن هناك مترشحات، ولكن هناك كانت هناك دائرة أو مسؤول دائرة المرأة. ولماذا لم تكن هناك مترشحات؟ ألم تكن هناك كفاءات نسوية قادرة على قيادة قوائم انتخابية، أو كان مشكلة شرعية؟ مشكل المناضلات أو الترشيحات في المرأة في ذلك الوقت لم يكن مطروحا. لم يكن مطروحا بتاتا. لم يكن مطروحا بتاتا، وحتى المناضلة تاع الجبهة الإسلامية للإنقاذ لم يكن عندهم الاستعداد على مستوى دوائر المرأة. استعداد من ناحية الكفاءات أو من ناحية السيكولوجية؟ لا، مش من ناحية الكفاءة، من ناحية السيكولوجية. من ناحية السيكولوجية، لأن المجتمع كان مجتمع محافظ. لا، أنا لا أتكلم عن أتكلم على إطار الجبهة الإسلامية للإنقاذ. لا، في إطار الجبهة الإسلامية للإنقاذ المشكل لم يأتي، كان غير مطروح. لم يطرح نفسه هل يمكن للمرأة أن تترشح في إطار القوائم المحلية أو الولائية أم لا؟ المشكل وطرح السؤال على بعض المناضلات ورفض. في الحقيقة هذا السؤال من خلال مزاولة النشاط السياسي داخل الجبهة الإسلامية للإنقاذ على مستوى المحلي لم يطرح هذا المشكل نهائيا، ولم يكن هناك تصادمات. 20 سنة أو 22 سنة من بعد هذه الانتخابات، هل تظن أنه كان خطأ بعدم فتح أبواب ترشح للعنصر النسوي المناضل تحت ظل الجبهة الإسلامية للإنقاذ، أو كان يعني أمرا لم تكن له مخلفات سلبية؟ في الحقيقة النظام تاعنا أقوله صراحة، مواجهته إذا كان رجل صاحب الكفاءة وصاحب الاختصاص عاجز على مواجهة هذا النظام، فكيف يمكن لنا مثلا أن نقوم بترشيح مرأة في التسعينات؟ وأنا أقوله وأؤكده أن مشكل ترشيح المرأة داخل الجبهة الإسلامية للإنقاذ في ذلك الوقت لم يكن مطروحا، وأؤكده ولم يتكن هناك تصادمات، ولم تكن هناك استقالات بسبب فرض امرأة في أي ولاية. هذا أقوله وأؤكده. أي ولاية؟ نعم، لم يكن المشكل لم يكن مطروح. كانت تحضر المناضلات الاجتماعات أم لا؟ المناضلات كانوا مهيكلين في إطار دائرة المرأة، ونحن لم يكن لنا اتصال بهم نهائيا. يعني كان فصل ما بين العنصر الذكور والنساء. نعم، كان الفصل، كان المسؤول على دائرة المرأة، المسؤول على دائرة المرأة هي امرأة إنسان عضو في المكتب الولائي كان معنا، وهو المسؤول على كل القرارات لإيصالها. وهذا عدم الاتصال، ويعني عدم اتصال المناضلات بالمناضلين في الاجتماعات خاصة، هل كان
داخل القانون الداخلي للحزب. نعم. او كان امرا شرعيا؟ لا، كان يجمع بين الشرع وبين القانون، لكن كان منصوص في القانون الداخلي منصوص. نعم منصوص، انه يعني لا الاختلاط ممنوع في الاجتماعات. لا، ما كانش كلمه اختلاط. لا، هو النصوص التنظيميه لتاسيس الجهاز الهيكل للجبهه الاسلاميه للانقاذ فرض ان يكون هناك مسؤول دائره المراه، ومن بين المعايير اللي تتوفر فيها المسؤول دائره المراه تكون الزوجه تاعو في اتصال مباشر مع المناضله تاع الجبهه الاسلاميه على المستوى المحلي. اذا كانت مناضله من المناضلات لها كفاءه علميه وثقافيه وسياسيه، كانت لها اراده في الترشح لمنصب من المناصب. نعم. داخل الجبهه او ترشح الى المجلس الشعبي البلدي او المجلس الشعبي الولائي او الوطني، هل كان لها ذلك؟ كان لها الحق في الترشح، ولكن المشكل لم يكن مطروحا انذاك في التسعينات. المشكل واقوله للامانه لم يكن مطروحا، ولم يكن هناك تصادم في هذه المساله على مستوى المحلي، اقول على المستوى المحلي. على المستوى المركزي الله اعلم كيف كانت الامور تسير، هل كان هذا المشكل هل طرح على مستوى القياده؟ الله اعلم. نعم. الانتخابات نعم، انتخابات البلديه والولائيه قمنا بتحسيس المواطنين على مستوى الاحياء، كل مسؤول على مستوى حيه. نحن مثلا انا العبد الضعيف كنت مسؤول في اطار اختصاصاتي على مستوى الحي، وهو حي يجمع اكثر من 10 احياء متمركزه في مكتب واحد، وهو مكتب صور راهي امامك في كشت الجير، وهذا المكتب تم بناؤه من طرف المناضلين على قطعه فوضويه، وقطعه فوضويه غير مملوكه للدوله وتم بناؤه. وقمنا ب تحسيسات عن طريق كل الوسائل الممنوحه، وهي الوسائل سواء كانت المكتوبه او السمعيه باشرطه، سواء عن طريق المنشورات، كذلك اعطاء لمحه عن كل شخص الذي سيترشح في القوائم الانتخابيه سواء البلديه او الولائيه. واتذكر جيدا بعض القصه الطريفه ونحن نقوم بتحسيس مواطنين على مستوى حي راس العيمه، هو اكبر حي شعبوي على مستوى ولايه وهران وكشت الجير. كان انذاك معنا رئيس البلديه تاع وهران اللي ترشح في الانتخابات البلديه في التسعينات. قمنا بزياره بعض الاحياء والحي الشعبي، وهو حي يعود الى وقت الاستعمار، والناس اللي سكنوا تما لم تتغير احوالهم. دخلنا في المسجد لالقاء محاضره داخل المسجد. نعم، محاضره داخل المسجد. سوف اتي الى موضوع المسجد. الاخ اللي تفضل لي باش يلقى المحاضره وهو رئيس البلديه انذاك بوصلاح، مترشح للبلديه. نعم. دخل جلس على كرسيه، وتقرب منه احد الشيوخ وبدا يبكي. هذا الشيخ بدا يبكي. طلبنا منه ان يوقف بكاءه. قال لا يمكنني ان اقف بكائي. لماذا؟ قلنا له، طرحنا عليه السؤال، لماذا يا شيخ؟ قال في الحقيقة أنا إنسان شيخ، بلغت من السن العتية، أتجاوز السبعينات، وأتذكر جيدا أننا كنا في وقت الاستعمار، عانينا الفقر والجوع والعطش إلى آخره، وأخذنا الاستقلال ولم يزرنا أي مسؤول إلى هذا المكان، وانتظرت هذا اليوم العظيم قبل وفاتي لأرى إنسان سيترشح إلى منصب البلدية، والله لا أظن
أنها الخلافة الراشدة وأنه أمير المؤمنين. تبسمنا في الحقيقة، كان هناك تبسم وهناك هناك تبسم وحسرة على حالة الناس. نعم، تبسم لأنه كان عبارة عن صوت ليمثل عدد من الأصوات اللي ممكن جبهة الإسلامية للإنقاذ تتحصل عليهم، وحسرة على وضع هؤلاء الناس اللي رئيس البلدية اللي شرفوه بهذا التشريف وهو أمير المؤمنين خان العهد والأمانة في بلدية وهران، وانحرف عن الحق واتبع الباطل. فيما بعد. فيما بعد. نعم. لكن يعني أنا أظن أن هذه قوة ما يسميها الغرب الديمقراطية، أو قد تسمونها بالشورى، أو يعني خلينا نسموها التداول السلمي على السلطة. إذا انتخب مسؤول في على مستوى مسؤولية، ما هناك عدالة، قد تكون هناك عدالة مستقلة تحاسبه وتعاقبه إن أخطأ، وهناك تداول، يعني المسؤولية لا تدوم، يعني هناك فترة 4 سنوات أو 5 سنوات ويتم انتخاب مسؤول آخر إذا كان المسؤول الأول غير مرغوب فيه. لكن سؤالي، ألا تظن أن يعني قوة الجبهة الإسلامية للإنقاذ في ذلك الوقت وكانت أولا في نوعية الخطاب والوزع الديني الذي لم يكن يناقض أو في تناقض مع طبيعة المجتمع الجزائري، وثانيا يعني دخول أعضاء ومناضلين وكوادر الجبهة إلى الأحياء الشعبية الكثيرة، وخاصة في المدن الكبرى، الجزائر، عنابة، قسنطينة، وهران، التي لم يكن يدخلها أي مسؤول سياسي نقابي أو عسكري من قبل إلى يومنا هذا. يعني كان لكم وجود شعبي كثيف في هذه الأحياء الشعبية المحرومة. هذا لأن هذا استخلاص للتاريخ. الثورة التحريرية عرفت مراحل النضج السياسي والثوري باحتكاكها بالطبقات الشعبية المحرومة. ونحن نعلم عبر التاريخ وخلال الثورة التحريرية أن السند القوي للجبهة الإسلامية للجبهة التحرير الوطني وللثورة هي الطبقات الشعبية، وهو الشعب هو الذي قاد الثورة. وبعد الاستقلال تم نكران لهذا الشعب وتم إزاحته نهائيا. ولهذا كانت الضربة القوية للجبهة الإسلامية للإنقاذ هي الاحتكاك بهذه الأحياء الشعبية لما تعانيه من ظلم وتهميش وحقرة. وكان هذا هو القوة الضاربة، وكان هو هذا هو الوعاء الانتخابي اللي تم تحصيله في الانتخابات البلدية أو الولائية. نعم، ولكن قمتم بمحاضرات سياسية كما تسمونها بالتوعية الانتخابية داخل مساجد، أتظنون أنه كان خطأ، أو إن لم يكن خطأ أنه بالأمر العادي أن يدخل حزب إلى مسجد ويقوم بخطاب حزبي؟ نعم. قد تسمونه بخطاب ديني. نعم. لكن كان يقدر يكون من العلماء والفقهاء. نعم. من يخالفكم الخطاب في إطار الدين يعني. نعم. هل تحزيب المسجد أو تحزب المسجد لحزب ما ضد حزب آخر أو أحزاب أخرى، يعني في رأيكم، أنا لا أكلمكم في إطار سنة 1990، بل أكلمكم في إطار 2012 وما شاهدناه من مشاهد العنف ومشاهد الانقلابات السياسية، هل كان خطأ أو كان شيئا مستحسنا وعاديا في رأيكم؟ في الحقيقة أقولها صراحة أن في بداية التسعينات القوانين كان هناك نقص أو فرق قانوني في قضية اتخاذ المساجد كمناظر
للتوعية السياسية. لكن هناك توعية حزبية يعني نعم توعية نعم سياسية في منظوركم، لكن هناك منظور سياسي آخر. نعم توعية سياسية أو توعية حزبية. كان هناك فرق قانوني، ولا يخفاش عليكم بأن جبهة التحرير الوطني منذ 62 وهي تستعمل المساجد. تستعمل المساجد وأظن كل الشعب الجزائري أنه شاهد على بعض المشاريع التي أدرجها الراحل هواري بومدين في خطاباته السياسية، وكانت تنقل مباشرة في المنابر ومساند مشاريع من بينها قضية الثورة الزراعية، الثورة الصناعية، الميثاق الوطني، وبالتالي كل هذه الأمور لا يخفى عليها عقل. وقام بها الرئيس بوتفليقة إلى يومنا هذا. نعم. في إطار نعم. الحملة للتوعية بالوئام الوطني. وبالتالي لكن هل هذا يعني نقدرش نقولوا بلي النظام أخطأ وإحنا نحاربوا هذا النظام سلميا وسياسيا بإعادة أخطائه؟ نعم بإعادة أخطائه. نعم في بداية التسعينات في إطار التوعية الانتخابية أقولها أو الحملة الانتخابية كما يسمونها، كان هناك حصار إعلامي، وهذا الحصار الإعلامي يتمثل في التلفزة والمذياع اللي كانت حكرا على السلطة، والسلطة نقول آنذاك هي جبهة التحرير الوطني. وبالتالي عندما تكون الأشياء معدومة ويكون هناك حصار مضروب على حزب اللي أصبح يتجدر في الأوساط الشعبية، فما يبقالوش إلا المسجد. كان المسجد هو كان الوسيلة الوحيدة للاتصال بالشعب. مادام السلطة رفضت آنذاك في فتح القنوات الإعلامية وإعطاء الحرية لكل الناس للتعبير عن آرائهم وفرض مشاريعهم بكل ديمقراطية وحرية، فكان الاتجاه السائد آنذاك هو المسجد. هذا أول. وثانيا وأقولها، لم يكن هناك نص صريح يمنع من إلقاء المحاضرات في المساجد. إذا كان هناك فرق قانوني فهذا يعود إلى السلطة. إذا كانت السلطة ما كانت تعلم بأنها فرق قانوني والناس دير التوعية بالمحاضرات إلى آخره في المساجد، هذا من مسؤولية السلطة وهذا حقيقي. نعم. ولكن من مسؤولية الحزب كحزب معارض كحزب إسلامي، هل يعني تظنون أنه كان قد يكون في رأيكم مصطلح الخطأ؟ لا يمكن أن نقول المسجد الخطأ. نحن انطلقنا من جبهة الإسلامية للإنقاذ، انطلقنا من الشرع، وهو الشرع وأن المسجد كان صاحب رسالة، والمسجد دائما كان صاحب رسالة، وبهذه الفكرة قعدت راسخة أن المسجد لا يمكن له أن ينحاز عن دوره الأصلي وهو الدور في إعطاء المعلومة إلى الشعب الجزائري ورفع مستواه وإيصال الحقيقة له لما يجري حوله، وهذه كانت عبر العصور ولا ينكرها عاقل. صح. وبالتالي هل كان يسمح لأحزاب أخرى إسلامية كانت أم ديمقراطية الدخول لهذه المساجد والخطاب الترويج لخطاباتها السياسية؟ فيما يخص الأحزاب الديمقراطية ما يمكنش أن يكون لهم ناس دعاة باش يدعوا المسجد، لأنهم مستحيل، هذا من المستحيل. ولكن الأحزاب الإسلامية كما حماس والنهضة كانت عندهم منابر في الشرق، في الشرق الجزائري، النهضة في سكيدة، جبر الله كان عنده منابر، في قسنطينة كذلك، جماعة حماس في البوليدة كان عندهم كذلك.